أشاد عدد من الإعلاميين المشاركين في التغطية الإعلامية لزيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين بما حققته الزيارة من نتائج مثمرة وما لقوه من ترحاب وتسهيل لإجراءات التغطيات الإعلامية. جاء ذلك خلال لقاءات أجراها وفد وزارة شؤون الأعلام المرافق لقداسة بابا الفاتيكان في رحلته من البحرين إلى العاصمة الإيطالية روما. من المنامة قبلة التسامح والتعايش الإنساني وقبول الآخر وحضن الديانات والطوائف التي نجد فيها المساجد والمآتم والكنائس والمعابد. نحن هنا في المركز الإعلامي المخصص لتغطية الزيارة الرسمية التاريخية الأولى لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. هنا بمعية مجموعة من الإعلاميين والصحفيين سنرصد لكم الأجواء قبل إقلاع الطائرة المتوجهة إلى مطار روما الدولي. This was a historical trip. I mean, this is the first time that a pope has been to. إنها زيارة تاريخية وهي المرة الأولى التي يزور فيها البابا مملكة البحرين. إنه من الرائع أن يدعوه جلالة الملك المعظم لأنه يخدم جانبين. الأول أنه يمكن للناس في الغرب أن يطلعوا على ثقافة البحرين من خلال عين الحقيقة التي يرى بها البابا فرانسيس. ومن جانب آخر يمكن للناس هنا أن يلتقوا بقداسة البابا ويتعرفوا عليه. الحدث كان رائعا، الحوار مع مختلف القيادات الدينية كان رائعا أيضا. كانت صورة جميلة للقاء البابا مع سماحة شيخ الأزهر خلال استقبال الملك لهم. إنها تجسيد لصورة حقيقية تقدمها للعالم أجمع. Image for our world today. I think it was a very, very well organized visit. أعتقد أنها زيارة منظمة جدا، والطريقة التي تم استقبال قداسة البابا بها كانت مذهلة جدا. نحن رافقنا البابا خلال الاستقبال المميز له في القصر وشهدنا ذلك، كما أنه كان من اللافت الاستقبال الشعبي الكبير لقداسة البابا في كل مكان يذهب إليه، وهو أمر جميل يعكس ثقافة المجتمع البحريني. أيضا كان تنظيم القداس في استاد البحرين الوطني رائع لأنه ضم عددا كبيرا جدا من الناس جاءوا من مختلف الدول المحيطة في مملكة البحرين، وكان التنظيم لهم مميز واستطاعوا الاستمتاع بهذا القداس. إنه أمر جيد جدا. أنا حاليا في قاعدة الصخير الجوية خلفي إحدى طائرات شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، ومن خلال هذه الطائرة سيغادر بابا الفاتيكان البابا فرانسيس من أرض مملكة البحرين متجها إلى روما. والجدير بالذكر أن قائد هذه الرحلة سيكون القبطان وليد العلوي الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج. مرحبا الأخت شيماء، نرحب فيك على متن طيران الخليج الناقلة الرسمية لمملكة البحرين. طبعا بالنسبة حق الزيارة اللي نتكلم عنها هي زيارة تاريخية حصلت، وسعيدين بوجود البابا أو زيارة البابا الفاتيكان لمملكة البحرين. طبعا هذه الزيارة كانت تلبية لدعوة سيدي جلالة الملك المعظم لمملكة البحرين لإقامة حوار تعايش عالمي يشبك بين الحضارات والأديان في مختلف المنطقات العالمية. فهذه الزيارة كانت زيارة مهمة، هي الأولى لمملكة البحرين، والحمد لله مثل ما نشوف في الإعلام تكللت بنجاح. الكل سعيد بمشاركة بابا الفاتيكان وجميع رؤساء الأديان المختلفة، فسعيدين بوجودهم في البحرين. طبعا احنا طيران الخليج كانت مناطة إلينا مهمة نقل بوب من البحرين إلى روما. طبعا هو هاي البروتوكول الموجود عندهم ان لما يحصل او تكون الزياره تمت ينتقل من بلد الزياره الى بلده على طريق او عن طريق شركه الطيران الوطنيه،
فاحنا سعيدين في مملكة البحرين وطيران الخليج بالزيارة وبكون الطيران الناقل للبوب وارجاعه إلى روما.